الغالي في الامر، الغالي في الامر هو دابا كما حنا قلنا ماشي من هبه ودب، ولا من هبه ودب كاين اللي تيقول لهم انا ماشي فنان وتيقولوا له بغى يبينوا، يعني بغى يبينوا كما تنقولوا حنا بزز من 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 المشاهد يعني تفرج فيه، وهذا يعني حنا مفروض حنا فارضين هذا الشخص عليك، مع العلم بان السيد اللي تيغني اللي قال انا تنغني هو ما تيقول انا ما تنغنيش، تيقول لهم انا ماشي فنان وتعيطوا له وتبينوه وتديروا له الشهره، هادشي اللي ولا هادشي اللي تنشوفوه مع كامل الاسف.